النادي الأهلي، النادي الأهلي تحديدا، أكيد حضرتك تابعته في كأس العالم للأندية، مظبوط؟ Yes, I've been watching all of these games. نعم كنت أشاهد كل المباريات، وكان هناك نوع من سوء الحظ في المباراة مع بالميراس، كانت المباراة صعبة جدا، وكانت هناك نتائج رائعة مع نادي الهلال السعودي، كان يتم اللعب بشكل جيد، ولكن هذه لم تكن مفاجأة، هناك لاعبون رائعين في النادي الأهلي في المجموعات الدولية، لذا فإننا نعرف أن الأهلي فريق صعب. ونحن نفهم تلك المباريات الصعبة ونحن مستعدون. أنا سؤال لحضرتك نفس السؤال، رأي حضرتك إيه في مستوى النادي الأهلي خلال كأس العالم للأندية؟ النتيجة الأول المركز اللي وصل له النادي الأهلي يحكي عن مستوى النادي الأهلي في هذه المنافسة، يعني حافظ على المركز الثالث تقريبا العام السابق نفس صحيح. المركز كنا نتمنى انه يلعب النهائي، ولكن زي ما قال الكوتش انه كان في عدم توفيق في مباراه اللي هي بالميراس نعم، اللي بتوصله للنهائي صحيح. نعم نتمنى للتوفيق ان شاء الله ان شاء الله في المنافسه القادمه ان شاء الله.